بعد أسابيع من إطلاق P9 أطلقت هواوي P9 بلس وهو من فئة الفابلت. سنشارككم رأي رقمي بالهاتف بعد تجربته، وسنركز على الاختلاف بينه وبين P9، وهل هو الاختيار الأفضل؟ يمتلك P9 بلس تصميماً مشابهاً لأخيه الأصغر P9. الاختلاف الأول يأتي بالحجم بالطبع، فحجم P9 بلس يأتي ما بين P9 والميت 8، وهنا نراه بالمنتصف بين الهاتفين. طول P9 بلس 15.23 سنتيمتر وعرضه 7.53 سنتيمتر، أي أنه أطول من P9 ب 73% من السنتيمتر، وأعرض ب 44% من السنتيمتر. الوزن ارتفع إلى 162 جرام من 144 جرام، ولكنه يعد وزناً خفيفاً لجهاز فابلت معدني. سبك الهاتف لم يتغير وبقي نحيفاً جداً ب 6.95 مليمتر، ونسبة شاشته لحجب الواجهة 72.7%، مما يجعل عملية استخدامه بيد واحدة أمراً ممكناً، لكن ليس بسهولة P9 الذي نعده الأسهل في عام 2016. طبعاً P9 بلس خيار مناسب للباحثين عن جهاز هواوي كبير، لكن وجد أن حجم الميت 8 بطول 15.71 سنتيمتر وعرض 8 سنتيمتر أكبر من الحاجة. من ناحية الشكل والتصنيع، فكل من P9 والP9 بلس يأتيان بتصميم معدني كامل مع انحناء شبه دائري عند الزوايا وشاشة منحنية عند الإطار. لكن ما لاحظناه أن ظهر P9 بلس أنعم من ظهر P9 وملمسه مشابه للزجاج أكثر من المعدن، والبعض سيفضل الملمس المعدني للP9، لكن كما أن شكل المعدن بالP9 بلس أشبه بالأونور 5X، أي إنه ممشط بخطوط خفيفة تظهر بشكل واضح عند تسليط الإضاءة عليه. الظهر الجديد في P9 بلس أقل انزلاقاً، لكنه يجذب البصمات بشكل قد يكون ملحوظاً. لكن مثل P9 البلس يأتي مع غطاء شفاف عملي ولم يغطي على شكل الهاتف، ويعجبنا تمسك هواوي بوضع غطاء مع كل أجهزتها. يتوفر P9 بلس باللون الذهبي والرمادي مع نسخة أخرى مصنوعة من السيراميك الأبيض. يأتي P9 بلس بشاشة حجمها 5.5 إنش مقارنة مع 5.2 إنش للP9 و6 إنش للميت 8، وهو ما يجعله منافساً للS7 Edge والآيفون 6S بلس اللذان يمتلكان نفس حجم الشاشة. إضافة إلى الاختلاف في حجم الشاشة، يمتلك P9 بلس شاشة من نوع سوبر أموليد بدلاً من شاشة IPS LCD المستخدمة في P9، وتتميز شاشة P9 بلس بإظهار الألوان بشكل مشبع مع إظهار اللون الأسود بشكل حقيقي، لأنها لا تقوم بإنتاج اللون الأسود على عكس الـ LCD في الأموليد، أشبه بمصابيح تعمل على توليد الألوان في حالة اللون الأسود، فإنها تكون مطفأة، مما يعني توفيراً في الطاقة إذا تم استخدام خلفيات وثيمات سوداء في الهاتف. ولهذه الأسباب فضلناه على شاشة LCD الموجودة بالP9. كلا الهاتفين مغطيان بطبقة حماية غوريلا جلاس 4، ودقة شاشتيهما Full HD، لكن بحكم صغر شاشة P9 فإنه يمتلك كثافة بكسلات أعلى تصل إلى 424 بكسل لكل إنش، مقارنة مع 401 بكسل لكل إنش في P9 بلس، مع أن دقة الشاشة جيدة ومطابقة للآيفون 6S بلس. لكن مثل مطلبنا من أبل، نطلب من هواوي رفع القدرة إلى كواد HD لتنافس شاشات هواتف أندرويد الرائدة، ولتمنحنا تجربة أفضل خاصة مع نظارات الواقع الافتراضي التي تتطلب قرب العين من الشاشة. لكن تبقى شاشة البلس جيدة جداً لمعظم المستخدمين. تتميز شاشة P9 بلس أيضاً عن معظم شاشات الهواتف، وليس فقط شاشة P9، بامتلاكها لخاصية اللمس المتعدد 3D Touch التي رأيناها في الآيفون 6S، ولربما أرادت هواوي جعل P9 بلس خليفة للميت S الذي امتلك خاصية مشابهة لها في العام الماضي، وسنتكلم عن فوائدها لاحقاً. التجربة الصوتية P9 بلس أفضل بمراحل من P9، حيث إن سماعة المكالمات ستعمل كسماعة ثانية لأصوات التريبل، أي لإخراج الأصوات ذات الدرجات العالية بجانب السماعة السفلية التي ستستخدم للأصوات ذات العمق، وذلك عند حمل الهاتف عمودياً، وهذه الآلية مشابهة لما رأينا في الـ HTC 10. أما في الوضع الأفقي، سيقوم الهاتف بتوزيع الصوت لتنتج كلا السماعتين صوت ستيريو مميزاً وقوي، وهذه الآلية أعجبتنا كثيراً، لكن ما زلنا نتمنى لو كانت السماعتان بالواجهة الأمامية للهاتف. يمتلك P9 بلس نفس معالج أخيه الأصغر P9،
وهو كيرن 955 المصنع من قبل أواوي، وهو معالج ثماني نواة مقسم لقسمين، الأول بأربعة أنوية بتردد 2.5 جيجا هرتز مخصصة للأداء القوي، والثاني بأربعة أنوية ترددها 1.8 جيجا هرتز للأداء الخفيف والمتوسط، مع وجود المعالج الرسومي مالي T880 MP4. يأتي الـ P9 Plus بذاكرة عشوائية رام 4 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، أي أنه يأتي بنسخة واحدة لرام على عكس الـ P9 الذي يأتي بنسختين، الأولى 3 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت، والثانية برام 4 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، مع إمكانية إضافة ذاكرة خارجية لكل الهاتفين تصل سعتها إلى 256 جيجا بايت. نتائج اختبار الأداء أنتوتو مشابه للـ P9 ولكنها أقل من المنافسة، لأن نتائج المعالج الرسومي قليلة مقارنة بالمنافسين، وهي 900 نقطة في الـ 3D Mark. بالنسبة للأداء فهو سلس وسريع، ولم نعاني من أي تعليقات تذكر، فالمعالج المركزي والنظام متوافقان، كما أن تجربة الألعاب كانت جيدة، ويتحمل الهاتف الألعاب ثلاثية الأبعاد بسلاسة، ويعود السبب في ذلك لدعم المطورين للمعالج ودقة الشاشة التي تعد أقل من المنافسين. يعمل الأواوي P9 Plus بنظام أندرويد 6 مارشميلو مع واجهة EMUI 4.1، أي بنفس واجهة P9 الرئيسية. لا تحتوي درج التطبيقات، وهي قريبة من نظام iOS المستخدم في هواتف آيفون. يمتلك الـ P9 Plus جميع خصائص ومميزات أخيه الأصغر P9 كالثيمات والإيماءات ومزايا استخدام مفصل الإصبع للقيام بعدة مهام مثل القص وغيرها من الخصائص والمزايا. الجديد في الـ P9 Plus هي خصائص ميزة اللمس المتعدد 3D Touch التي جاءت بشكل مشابه لتلك الموجودة في الآيفون 6S، فمثلاً عند الضغط بقوة على تطبيق معين ستظهر لك اختصارات سريعة للقيام بمهمات معينة خاصة بذلك التطبيق، فمثلاً عند الضغط على الكاميرا ستظهر عدة اختصارات منها التصوير الاحترافي برو أو تسجيل فيديو وغيرها من الاختصارات. هناك خاصية تسمح للمستخدم بتكبير وتصغير الصور حسب قوة الضغط على تطبيق المعرض الخاص بالهاتف، ومدى عملية هذه القدرة تعتمد على الشخص وإن كان يبحث عن تفاصيل بالصور. نتمنى من المطورين دعم خاصية الـ 3D Touch قريباً كما فعلوا مع الآيفون، كما نتمنى من هواوي منحنا القدرة على التحكم بالاختصارات التي تظهر على التطبيقات، بحيث نستطيع حذف أو إضافة اختصارات خاصة من داخل التطبيقات كيفما أردنا. كما في الـ P9 يدعم الـ P9 Plus شريحتي اتصال تدعمان شبكات الجيل الرابع، لكن يجب الاستغناء عن الذاكرة الخارجية لاستخدام الشريحة الثانية كسيم. يدعم الهاتف تقنيات الاتصال الأساسية كالواي فاي، البلوتوث، الجي بي اس مثل أخيه الأصغر P9، لكن الـ P9 Plus يمتلك منفذاً للأشعة تحت الحمراء IR التي تستخدم للتحكم بالأجهزة المنزلية، وهو ما لم يتوفر في الـ P9. ننوه إلى خاصية الاتصال القريب NFC المستخدمة في نقل البيانات والدفع وغيرها في جميع النسخ من الـ P9 Plus على عكس الـ P9 التي لم يتوفر بها NFC مع نسخة الشريحتين المتوفرة في الوطن العربي. يأتي الهواوي P9 Plus بنفس الكاميرتين الخلفيتين المستخدمتين في الـ P9. الكاميرا الأمامية لكل من الـ P9 والـ P9 Plus دقتها 8 ميجا بكسل، لكن الاختلاف هو أن الـ P9 Plus جاء بفتحة عدسة F1.9 مقارنة مع F2.4 في الـ P9، وهو ما ساعد على التقاط صور أفضل في الإضاءة المنخفضة. كما أن الكاميرا الأمامية للـ P9 Plus تمتلك خاصية التركيز التلقائي، وهو أمر ممتاز ومفتقد من كاميرا الـ P9 أيضاً. زودت هواوي الـ P9 Plus ببطارية سعتها 3400 ملي أمبير غير قابلة للإزالة، وهي أكبر بـ 400 ملي أمبير من بطارية الـ P9، وهي تصمد أكثر من 5 ساعات من الاستخدام المتواصل لشاشة سكرين أون تايم، وهو أمر ممتاز. كما في الـ P9 يدعم الهاتف الشحن السريع للبطارية، لكنه لا يدعم الشحن اللاسلكي. سعر هواوي P9 Plus 2299 ريال سعودي، أي حوالي 610 دولارات، وهو قريب من سعر الـ P9 لنسخة 64 جيجا بايت، مما يعطي الهاتف قيمة عالية مقارنة بما يقدمه. وننوه إلى أن السعر قد يرتفع أو ينخفض حسب المنطقة والبلد. أعجبنا تصميم معدني ذو جودة عالية، الاستخدام اليومي خفيف وسهل، أداء سلس وسعة تخزين 64 جيجا بايت، شاشة كبيرة بإضاءة وألوان جيدة جدا، نظام عملي بمميزات خاصة، استخدام سماعتين للصوت الخارجي،
عمر البطارية جيد جداً، وجود غطاء بالصندوق. لم يعجبنا، الهاتف يجذب البصمات من غير استخدام الغلاف المرفق، الشاشة ليست كواد اتش دي، عدم دعم تطبيقات الطرف الثالث لميزة 3D Touch، الكاميرا الخلفية لا تمتلك مثبت بصري OIS ولا تدعم التصوير بدقة 4K، عدم دعم FM راديو، البطارية غير قابلة للإزالة ولا تدعم الشحن اللاسلكي. مما لا شك فيه أن الـ P9 Plus Fablet جيد جداً، وقد أعجبتنا مميزاته بشكل أكبر من أخيه الـ P9 ذي القيمة العالية هو أيضاً، لكن سعر الـ P9 Plus جعله يقترب من المربع الذهبي للهواتف الرائدة الأخرى مثل Galaxy S7، الـ HTC والـ LG G5 وجميعها مميز، لكن الـ P9 Plus يجلب شاشة أكبر، سعة تخزين مضاعفة، والـ 3D Touch ليميز نفسه، وهو ما زال أرخص بقليل. بشكل عام، نشعر أن هواوي تستهدف بشكل أكبر هواتف الآيفون، ونرى ذلك بتصميمها، تصنيعها، وتجربة الاستخدام. والـ P9 Plus هو أقرب هاتف يعطي تجربة الآيفون 6S Plus، لكن بنظام وخصائص الأندرويد. هذا كان رأي رقمي، لكن نود أن نسمع رأيك بالهاتف، فاتركه بالتعليقات، ونرجو أن تضغط لايك وتشارك الحلقة، فهذا يساعدنا كثيراً. شكراً جزيلاً، ونراك بالحلقة القادمة من رأي رقمي على رقمي تيفي.